أنا هو أفضل جار في هذا العالم، أنا هو الجار الشرير المرعب القاتل السفاح، مرعب الجميع وخاطف الأطفال. معايا هذا الشتكان الأسطوري مثل ما انت شايف، بوم وبوم. شوفوا كيف لما أنا أطلق بلف هذا الشتكان حركتي الرائعة هاي. اطلعوا أنا بشتغل فقط بالمساء، لكن اليوم أنا بدي أغير قانوني. اليوم أنا بدي أشتغل بالصباح لأني مش لاقي إيش أسوي. أنا بحب إني أكل البيتزا البشرية لذيذ، البرجر البشري. وانا بكره اكل الفواكه لان الفواكه للضعفاء. انا بحب اني طلع شو بسوي، انا بحب افجر الفواكه. بوم وبوم وبوم، رائع جدا جدا. يا سلام يا سلام، لما انا هو الجار الشرير، افضل جار في هذا العالم. واليوم انا بدي اشوف جيراني الرائعين. يا سلام، بحب جيراني الرائعين. انا طلعوا مكان بعيد جدا، طلعوا المدينة اللي بالأسفل. لا، سقط الشتجن تبعي. يا ويلي، شو هذا الحظ اللي أنا عندي؟ خليني بدي أخذ البلوكات عادي، خلص أنا قوي هيك هيك. بشتجن بدون شتجن أنا يمكن ألاقي أداة حادة الآن في الجزيرة اللي بعد هاي، أستعملها بالقتل. أداة حادة أستعملها بقتل البشر الأبرياء. لا تنسوا إنكم تشتركوا في هاي القناة. هايني أنا وصل دم. يا سلام، يلا يلا. بصراحة أنا بدي أكل بشري الآن لأنه أنا جوعان. أنا بشري، بدي أكلك يا حبيبي بشري، لكن أنا شرير مثلك. لكن استنى شوي، من بدي أكلني؟ مين؟ أنا هو مستر لحمة، وأنا ماكل مثلك الآلاف. ليش ما اكلك؟ وانا اماكل مثلك الملايين. انت ما في اي بشري هون، تعالوا شوف جزيرتي. ولكن انا ماكلهم مع العظم. ماكلهم مع العظم؟ انا ما بحب العظم، بحب اني اكل اللحم. بحب اني اكل اللحم رأسك الجميل. هي مفكر انت لما تاكل لعن الشخص بدون عظمه هيك بتكون انت شرير؟ انا باكل الجثة بالعظم، وكمان اطلع كيف الارضية صارت مصنوعة من لحم البشر. هذا كلياته عشان انا بحب اضلني اكل. ايش يعني انت بتقصد؟ ايش بتقصد يعني انه انا اضعف منك يا مستر لحمة؟ انت شايف هاي ايش؟ هذول انت شايفهم قدامك، هاي جوزة الحلق اللي قطعت رأس الناس وطلعتها منهم. تفاحة اللي بتكون بالحلق؟ جبت بكس تفاح منها؟ نعم. طيب هي بدك نكون فريق ولا نتبارز انا وياك وتحدي الاقوى؟ نتبارز يا ويلي، بس يعني شو راح نستفيد اذا انا يعني تبارزت معك ولو فزت عليك؟ حتى يعني انا ما باكل لحم الشر، باكل فقط لحم الطري. وانا ما باكل عظام ولحم يعني الاشرار، فقط باكل لحم الطيبين، لان الاشرار احنا دم واحد مش دمين. معناته انا وياك لازم نتحد مع بعض، ولازم تكون فريق ايدي بايدك علشان نكون فريق قوي. طلع طلع ما اضخمني، بشبه البيج مع هذا اللحم العملاقة علشان اطص فيها الناس على راسهم ويموتوا. انت اسمك بيج ميت صحيح؟ وبيج ميت انا اسمي مستر ميت. يلا انا ما عندي بلوكات بصراحة، بدي استعين من البلوكات تبعتك علشان انت توصل الطريق ونروح نشوف شغلنا انا وياك. شو هذا اللي بيدك؟ سكينة؟ السكينة مش حادة نهائيا، في عندك سكاكين اخرى؟ يا ويلي بصراحة ما عندي هاي السكينة، يعني قتلت فيها الاف الاف الناس، يعني بلشت يعني تصير سكينة اطفال. تعال تعال وياي، تعال تعال اشرب اشرب شوية دم. تعال
يا ويلي يلا يلا اقطص اقطص هذا بريح الاعصاب. انت بتعرف انه يعني شرب الدم كل يوم على الريق بيحرق الدهون؟ اوه يا سلام يا سلام، لا عشان هيك انت ناصح وضعيف بنفس الوقت. نعم يلا خلينا ناكل جوزتين حلق. وصل يا سلام يا سلام، ارمي السكينة في هاي في ايدك، مش حلوة مش عجبتني سكينة اطفال هاي. عيني خلاص كلامك صحيح، هذا الاشي الوحيد الصحيح بكلامك انه انا السكينة تبعتي يعني بطلت ماضية، بس كيف هيك بدنا نطص الناس يعني على راسها؟ مش كويس، بدنا اشي حاد. شو بدنا نسوي احنا؟ يلا 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 يلا. شغل هذا ما هو الرائع. انت يعني بتفكر باللي قاعد بفكر فيه؟ هي نعم. استعملنا هذولا الشحاشيط هذولا الشافلات وضربنا فيهم الناس على رؤوسهم راح يموتوا. تعال تعال شوي افرجيك كيف. تعال نعم شوف شوف على جزيرتي. ليش انشعط هون؟ انا ضربتك انا يا احول. هي طلع طلع بجزيرتي، انا ماسك هذا نفس هذا المعول نفس هذا الفلاح يعني الرمل. ولك اسمه مجرفة يا حمار، مجرفة. يا سلام والله كلامك مزبوط، هيك ماسكها في ايدك يعني اجت 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 حقق حلمك. يلا تعال يلا يلا خلينا ناخذها ونروح ندبح البشر. يا سلام، انت بدك دايموند ولا بدك حديد؟ انا هذا حجر يا حوال. خلينا هات يا سلام. يا ول لو بتطور هذا لو يصير فيه القوة شرب نسية. نعم شوف شوف شوف، هي شو رأيك نطوره؟ ايه والله فكرة حلوة، بس ما اتوقع بنقدر، لازم نسحر نقدر. هي يا ابني شكلك ما بتعرف ان انا بحمل على ظهري دائما هذا اللي راح احطه علشان استعمله. يا سلام يا سلام، لا محط حط. يلا يلا يا ابني خود. اوه يلا يلا طور لي اياه الشارب نفس القوة. خود خود هات نشوف، هات خلينا احطه مثل هيك. شو بتحب اطور لك يا؟ بدي اياه شارب نفس. يا ويلي بدك اياه يعني يكون حاد كثير مثل حدات السيف؟ نعم نعم. ابشر ابشر يا غالي ابشر. الله يعني انت بشر بالجنة. خود يا معلم، شو رايك احط لك فيه نار؟ نعم حط لي فيه فاير باك سيكت هذيك. يلا يلا حبيبي ولا يهمك. يا سلام خلينا نجرب بزبط ولا ما بزبط. والله بزبط بزبط. يا سلام بزبط. هات يا الحبيب. تعال امتصك اشوف. لا 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 دير بالك. خليني امتصك اجرب. ما بدي ما بدي، تعال امتصهم على البشر. انا امتصك شو رايك؟ يا ويلي لا 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 ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي. وصل طريق وصل. يلا يلا هات البروكات هاي خلينا. يلا تعال يا حلو يا جميل على البراميل. يا ويلي علقت في نص الطريق معي. يلا 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 يا ويلي يا ويلي مستر لحمي مستر لحمي ويلو نيبر. اوه خذوا هاي خذوا هاي خذوا هاي. اتصني انت تدير بالك اتصني. يلا سوي اللي بدك اياه الان. يلا بدي اشوف الناس من بدها تطلع. انا بعرف انه هذول الناس بيطلعوا من تحت الارض والان بدي اكتشف الكلام مزبوط ولا لا. يلا ادعس عليهم. وال كلامك طلع صحيح، بيطلعوا من تحت الارض. خذوا 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 خذوا. يلا يلا اشتغل فيهم معانا. يلا معانا. لا وقعوني يا ويل شو اللي صار؟ يلا يلا يا حبيبي شو وين وقعت؟ يا ويل احلى تخيلت اني وقعت انا. لا لا انت ما بتوقع، انت زلمه محترم غانم. يلا يلا لك لا ترك حرك فيني، استنى شوي عشان اجبل لك يعني قنبله ناس. يا زلمه انت شايف شو في اصلا؟ يا سلام شايف شايف كيف بطلع مثل الرز من الارض، عاملين متاهات جوا الارض. يلا يلا اشتغل اشتغل لك فيهم كمان يا ولد. يعني لازم نروح، هذا قوي قوي جدا. خذوا يلا. يا ويلي ليش ليش وقعهم وقعهم. توقف توقف ما ترجعته عند اولاد الصغار. يا ويلي حرام عليك، وشو بتسلخ بالارض انت شايف؟ يا ويلي سلخت الارض من كثر ما انا يعني معصب. يلا تعالوا لهون. بوم 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 بوم. لك ليش يا عم ليش؟ انت جار شرير انت يعني صديق صديق السوء.
صديق المتاجر هذا كمان. خذ انتي، خذ لك هاي. قتلناهم، اكلنا جلدهم وعظمهم ولحمهم. يلا 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 كمل عليهم، كمل. يلا يلا يا ماتتها، يا هذا وقعتها، يا ماتتها، يا هذا وقعتها، يا ماتتها، يا وقعتها. خلص حرام، من وين بيطلعوا هذول؟ بطلع من تحت من سحصيخ الارض. يلا يلا شمطهم كلياتهم، شمطهم، بدنا ننظفها، بدنا نسويها بتلمع الارض. حرام نخلي ورانا اكل من سحصيخ الارض. نعم نعم حرام نخلي ورانا اكل، صحونا لازم تكون فاضيه. يلا اقتلهم واستناني في جزيرتي، جزيره الشافيلات وال ايش يعني شافيلات بالعربي انت بتعرف؟ معول معول مجرفة احمر، معرة رفش رفش مجرفة. طيب شو يعني معول؟ شو مغرفة. يعني معول؟ يلا يلا يا ويلي. طب تعدني تعدني منهم. يلا زي البغل بتطلع زي النيح. يا ويلي بطيء انت يا ويلي. لا حول ولا بدهم يقتلوك، كانوا بدهم يقتلوك. طلع بده يهجم عليك هذا هذا الهبيلة، شفته؟ هبيلة طبيلة، عينا قتلناهم. فخامة فخامة مجرفة والله. لك تركت البنت تقول انت خروف. لا تعالي انت يا نجي. اعوذ بالله. فكرتك خليتها بدك تلف وتدور. يلا يلا خلينا حيث. يلا تعال رجع الشافل هون، ويلا خلينا انا وياك الان ناخذ هدول ونروح نشوف شغلنا ونبنى انا وياك جزيرة عملاقة لإلي ولإلك، وتكون منزلنا الثاني يا ابني ويا حبيبي وصديقي ويا شريكي اللي اسمك جار الشرير. هل انت مستعد؟ نعم. يلا.